مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد. اليوم سأعلمكم طريقة نقل الويندوز إلى الفلاش ميموري ببرنامج جميل. وقبل كل شيء مرجو أن تدعموا صفحتنا على الفيسبوك بيجيم وقناتنا على اليوتيوب سبسكرايب. الآن ننطلق إلى الشرح. سأضع لكم رابط تحميل البرنامج، تضغطون على داونلود. سيبدأ البرنامج بالتحميل. الآن سنثبته بالطريقة العادية، ضغطتان ثم next install. ننتظر إلى أن يتم تثبيته. هذا البرنامج يعتبر من أحسن البرامج التي تنقل الويندوز إلى الفلاشة وأفضلها. الآن ننتظر تثبيته. كما نلاحظ تم تثبيت البرنامج، نضغط على فينيش. هذه هي أيقونة البرنامج كما تلاحظون. الآن سندخل الكليب. كما تلاحظون صوت الفلاشة على جهاز الحاسوب. قبل كل شيء سنقوم بفرمطة هذه الفلاشة بصيغة NTFS. نضغط على ستار. اوكي. الآن بعد أن يتم عفوا بعد أن تتم فرمطة الفلاشة نضغط على أوكي، ثم نقوم بتحويل الويندوز إلى الفلاشة. نضغط ضغطة يمين على البرنامج ثم Run as Administrator. Yes. ثم ننتظر. الآن هنا سنضع الويندوز الذي نريد تحويله إلى الفلاشة. نضغط على بروس ثم نختار جهة الويندوز. أنا وضعته على الديسكتوب، لذلك سأنتقل إلى الديسكتوب ثم سأختاره Open ثم نضغط على Next. الآن سنضغط على USB Device ثم نختارها ثم نضغط على Begin Copying. نضغط على Erase USB Device ثم Yes. ثم ننتظر إلى أن يتم تحويل الويندوز إلى الفلاشة. الآن سأوقف الفيديو إلى أن تتم العملية وسأعود إليكم قريبا. الآن وبعد اكتمال المرحلة بنجاح يمكنك فرمطة الحاسوب عن طريق فلاشة USB. سأتطرق في الجزء الثاني لهذه العملية إلى طريقة الفرمطة واكتمالها. الآن أصدقائي سنتطرق إلى المرحلة الثانية في هذه العملية وهي كالتالي. سنعيد تشغيل الحاسوب كما تلاحظون. ثم ننتظر إلى أن يعاد تشغيله.
الآن نضغط على F10 كما تلاحظون F10 بعد الضغط على F10 ستنبثق لدينا هذه الشاشة. نتوجه بالأسهم إلى Configuration du System. الآن ننزل إلى Option de Démarrage، نضغط على OK، ثم نبحث على Disk Dur USB. كما ترون ديسك دور يو اس بي، ثم نضعها في الخيار بروميير كما تلاحظون، ثم نضغط مرة أخرى على F10 مرة أخرى، ثم أنتري، ثم وي. ولكن قبل هذا سنضع مفتاح اليو اس بي في الحاسوب، كما تلاحظون هو يشتغل الآن، ونضغط على F10. الآن سننتظر إقلاع الويندوز من اليو اس بي. كما تلاحظون هذه الواجهة، بالمناسبة فأنا الآن أسطب الويندوز 10 النسخة التجريبية. ننتظر بعد الوقت. وكما تلاحظون أحبائي، فهذه هي واجهة تسطيب الويندوز كما ترون.